لو كانت القصة التي ستشاهدون من نسج خيال المؤلفين قد تعتبرونها غير معقولة، لكن هذه الأحداث وقعت حقيقة في الشوارع والأزقة والشقق حيث صورناها في ظل هذا الجسر. ماذا فعلت بعد سقوطه؟ ضربته. ماذا كنت تمسك بيدك عندما ضربته؟ قطعة خشب. وقطعة الخشب التي كانت في يدك، ماذا كان عليها؟ ماذا تقصد؟ في طرف قطعة الخشب ماذا كان يوجد؟ لست أذكر. أرجوك ارفع صوتك لكي نسمعك. لست أذكر. ما كان جوابك؟ دع المحكمة تسمعك. أعترض. أتحاول تعريضي للسخرية؟ سيد الرئيس، لن أستطيع إتمام استجواب إن استمر في مقاطعة. هذه الملاحظة لا توجه إلى محام. أيها السادة، هذه الملاحظات لا تليق ليس فقط بكما بل وبهذه المحكمة. أعلم أن الجميع مرهقون، لكن لنحصر أنفسنا بالأسئلة والأجوبة. ابتعد عني ولا تضع يدك علي، هذا الرجل يريد الاعتداء علي. لم اعتدي عليك. اخرج المتهمين من هنا. اطالب بحماية الشرطة من الادعاء. لنحترم النظام في المحكمة، رفعت الجلسة الى الساعة الرابعة، ينصح المحلفون سيدي. ب اتسمح لي بلحظة؟ اخرج هذا الرجل من هنا. اي يمكنني ان اقول شيئا؟ اي يمكنني التكلم؟ ماذا فعلت؟ قف هناك، انحني إلى الأمام وضع يديك على الجدار واجمد. أين السلاح؟ السلاح؟ لحساب من تعمل؟ لحساب العصابة؟ إنه إنجيل، أين السلاح؟ لا أحمل سلاحاً، أنا رجل دين، هذه أوراق صيامتي. هل تحمل دائماً أوراق صيامتك؟ ماذا تحاول أن تخفي؟ ديفيد وولكرسون، هذا اسمك؟ نعم. ماذا تفعل هنا؟ كنت أحاول استئذان القاضي لمساعدة الأولاد. بماذا؟ بأدلة؟ حسناً، راقبوه، سأذهب لأرى ما يريد القاضي أن يفعله به. كيف يمكنك أن تساعد الأولاد؟ لدي كنيسة تغص بالمصلين لأجلهم في فيلادلفيا بنسلفانيا. فليصلوا لحصول معجزة، لأن وكيل النيابة سيعدمهم. أعيد له إنجيله. قال القاضي لن يدعي عليك إن وافقت على أن لا تعود إلى هنا. ما رأيك؟ ما هذا؟ الأولاد ليسوا من طائفتك. أيها المحترم، ما هذا الكتاب في يدك؟ الإنجيل. هل تخجل به؟ طبعا لا. كف عن حجبه، ارفعه لنراه. قفوا جميعاً، اسمعوا وعوا. كل من له علاقة بمحكمة الاستئناف المنعقدة ولاية نيويورك، Where do you start to begin?
هناك شخص ينام في السيارة. فهمت. ماذا لو صحى؟ يبدو سيئا. لا يبدو سيئا، ولكن لا يبدو أيضا جيدا. هل جنين؟ كيف سنتصرف؟ اسمع، عندما يخرج من السيارة تمسك به هكذا. أمسك به وأنا أخذ محفظته. أيعجبك هذا؟ أجل، هذا جيد. طيب، عندما يخرج نطبق عليه، فهم؟ المحكمة؟ نعم. ضعها هنا صديقي، لا تصارع، فقط مدها. بالضبط، انظر، هذا الذي جابه القاضي في محاكمة الملك المصري، صح؟ نعم، جابهته نوعا ما. أنا ديفيد ولكرسون. باو الصغيرة حبيبي ديفي، يمكنك أن تدعوني باو، والذي حاول طعنك هو صديق أبو سدة. مرحبا أبو سدة. أيها الأقزام، أعيدوا هذه الخردة إلى هنا. هيا، أتريدون أن أضربكم؟ تسرقون صديقي. تمالكوا أنفسكم. أرى أن لديك حذاء ممتازا. أتمنى لو كان لدي حذاء مثله. شكرا. هل تعرفين عصابة ملوك مصر؟ نعم، إنهم أشرار، لكن لن يعبثوا مع الموماو أو الأساقفة. أخذت هذا الحذاء من سكير، كانت له قدمان رياضيا لأنه ما زال يخزني. موماو، أود التعرف إليها، هي عصابتك؟ ما حاجتي للعصابة، أعمل بمفردي، لست بحاجة لأولاد نزويين ومسببي متاعب، لا ربح في هذا. باو، هل تؤمنين بالله؟ لا يقلقني شأنه، تقلقني فقط الشرطة وكسب الرزق. يسهل عليك التكلم عن الله، رجل غني مثلك بتلك السيارة الفخمة والحذاء الفاخر. الله يقلق عليك، أنت في تفكيره الآن. قل له ليفكر أكثر لأنه لا يفي بالمطلوب. ما الحيلة؟ تتذمر بشأن الأحذية، انت عال. لا أريد حذاءك القذر. لا تضخم الأمر، انت عال. وأنت؟ لدي غيره في البيت. أين هذا؟ فيليسبرغ، بنسلفانيا. جميل يا صاحبي، ضعها هنا. تريد رؤية العصابات؟ سأريك العصابات. لنركب هذه السيارة يا صاحبي، وسأخذك لترى عصابات حقيقية، لكن لا تكلمهم عن الله، لأنهم سيملؤونك بالثقوب بحيث ترش العشب في ماذا تدعوها؟ بنسلفانيا، بمجرد كأس من الماء. جيم أليف تاء عين صاد، عقدوا معاهدة مع الأساقفة والموماو. على كل هم لا يقاتلون بل يرتعبون. ما الجيم أليف تاء عين صاد؟ الجمعية الأمريكية لتقدم العصابات والصندوق. أرصفها هنا، لن يمكنك الاقتراب أكثر للإبقاء على سيارتك. Thank you.
أتمنى لو احتفظت بحذائك. حالفنا الحظ. هي أنجلا أنجي، هذه أنا باب. مرحبا، أين كنت؟ لم أرك منذ زمن طويل. أنت لا تعرفينه، رأيت صورته في الصحف، هذا المبشر الذي أوقف في محاكمة الملك المصري. دعيه وشأنه، هذا شأنه، ولا تحاولي أن تغويه. قدم لنا نفس الابتسامة أنا وأبو سدة. هي يريد مقابلة العصابة، لما لا تدخلينه؟ لا أستطيع، الماوماو ينتظرون اجتماعا مع الأساقفة. أخي بالداخل. لا بأس بعو، سندخل. لا مهلا، لحظة، من الأفضل أن لا أدخل. كما قلت أعمل بمفردي، أنقل الرسائل بين العصابات. لو دخلت إلى النادي قد لا يعجبهم هذا. أنت تخافين أن يطعنوك. هيا أدخلي به. لن أعرض نفسي للطرد إلا $5. هيا يمكنك أن تطلقيه داخل الباب. سعري $5. لنهدأ يا صاحبي، $5 سعرها الأعلى، تقدم مقابلها لفافتين من الحشيشة وجسدها، ويبقى لك الفكة. هل أعطيها بعض المال؟ $2 فقط. اجعلها 3، لن نهين كرامتها. لم يدفع سوى 2. هيا إلى اللقاء ديفي، سأسرق بعض الفطور. طيب أو شكرا. روزا، أي يمكنني الدخول؟ أخوك لن يقبل. أحضرت صديقا. اسمع، نادي التنس في آخر الشارع، إنك تتعدى على منطقتي. لا بأس تشانس، إنه المبشر الذي حاول مساعدة ملوك مصر. صحيح، جميل، هذا جميل، دخل غليون سلامي. أنا أفعل. دخل غليون سلامي، خذ قطعة من غليوني. الله. أيتها الغبية، ماذا تفعلين هنا؟ ماذا تفعلين بهذه اللفافة؟ تعجبني، تشعرني بالإثارة. أتريدين أن أخرجك بصفعك على وجهك؟ لكن أنت لا تمتلكني. أخرجي من هنا. لا، لا تدوس على هذه الحشيشة، إنها كنتاكي. إلى البيت. أريد البقاء، أريد أن أصبح مبتدئة، لقد قلت لك ذلك. انظري انظري انظري، أتريدين أن تكوني مثلهن؟ أتريدين أن تفعلي مثلهن؟ لابد من أن أبدأ، فلما لا أبدأ الآن؟ أبلغ الرجل أننا وصلنا، نحن الشعب المختار، نحن الأساقفة.
الهر الكبير اسمي والتهريج لعبتي. لنبدأ العمل يا شبان. الزمان والمكان. حسنا سيد حلو. سيد حلو يعجبني هذا. خليل الرئيس وأقول المنتزه. المنطقة قيد النزاع، رمز للصراع. الاثنين. الساعة الثامنة، لا تتأخروا. ليس في الليل، لا يمكننا رؤيتهم في الليل. صديقي القائد عبدالله يقول إن الليل لا ينفع، لا تكثر الشرطة في الليل. إذن ظهرا قبل انتهاء دوام المدارس. موافق، يعجبني هذا. وإن جاء رجال الشرطة نوحد قوانا ونقاتلهم معا. موافق. ما الأسلحة؟ قائد حربي عبدالله. خفف عنك سيدي. قائد حربي نيكي. رصاص، أنصال، خناجر، سلاسل، هيروان، كل شيء. هكذا نحبها أيضا. لحظة، لا رصاص، لا تحب الشرطة إطلاق النار. هل خفت؟ جابهني من رجل لرجل وستعرف من يخاف يا غليظ الشفة. مهلا لحظة، إن أهنت قائد حربي لنتقاتل الآن. أجل، لنتقاتل الآن، هيا. اهدأوا، سمحت لكم باستعمال المكان فليبقى سليما، مفهوم؟ طيب، لا رصاص وبدون أسلحة، أنصال، سلاسل ومضارب بيسبول. أنصال، سلاسل، مضارب بيسبول. أيمكنني أن أقول شيئا؟ لست أدري، أيمكنك؟ أريد فقط أن أقول أن هناك من يبالي بكم، يبالي جدا بكم، بالواقع أنه يحبكم كما أنتم. تابع الكلام عني حبيبي. يعرف عن الكحول والحشيشة. لا كوكاراتشا حشيشة ماذا الانفعال. يعرف عما تبحثون عندما تلعبون بالجنس. نبحث عن الحب وليس عن الحرب. طيب طيب، اصمتوا كلكم. حسنا يا رجل، تكلم الآن. إن أزعجك الباقون سأجعل منهم معجونا. يريدكم أن تنالوا ما تسعون إليه. روعة، أين منطقته؟ إنها تقصد أن الرجل في السماء يضلل العين. إنه هناك، لكن أين؟ تتكلمون عن بلوغ الذروة. الله يبلغكم الذروة، لكنه لن يسقطكم. عن أي إله تتكلم؟ الله؟ قل لي أيها المبشر، إلهك هذا يقاتل؟ نعم، إنه يقاتل، يقاتل لأجلكم. مع من يقاتل؟ مع الأساقفة؟ أهو مع الأساقفة؟ أو مع الماو ماو؟ إنه مع الكل، لذا جئت، الله أرسلني. إني خائف، بإمكانكم قتلي، لهذا أعرف أن الله إلى جانبكم لأنه يجعلني أفعل ما أفعله. أيها الكبير سيد الرئيس، أود مصافحتك. نيكي، قائد الحرب، ما رأيك؟ عندي لك كلمة واحدة، الله يحبك. أوه نعم، الآن فهمت، جئت بهذا الشخص لكي يهدئنا،
هل فكرت أنك ستغير رأينا؟ الشيء الوحيد الذي سنغيره هو شفتك، سندفعها إلى داخل أنفك. إنها أصلاً داخل أنفه، سنضعها حيث تنتمي. حسناً حسناً، مضارب أنصال وسلاسل. عندما تنتهي خططك اشترك بالإسعاف الطبي. دعك من الإسعاف الطبي وابدأ الادخار لأجل قبرك. إلهك هذا أيها الواعظ أهو أيضا إلى جانبي؟ ماذا سيفعل لأجلي؟ إني الخط الرئيسي، تعرف، المادة الصعبة، الهيروين، جبل بكامله ناصع البياض، إنها الجنة. أنت لا تعرف كيف هي الجنة. ماذا تحمل لي؟ ها؟ لا أحمل علاجا سحريا. إذن لماذا جئت إلى هنا؟ هل أعجبتهم ديفي؟ إلى هذا. تعزفين جيدا؟ طبعا، كنت أعزف في فرقة طبول وأبواق جمعية الشبان المسيحيين إلى أن طردوني. لماذا طردوك؟ اكتشفوا أني فتاة. كنيسة؟ أنت هو ديفيد. كنا جميعا نصلي لأجلك. صحيح. هذا المبشر في الصحف، هذا ديفيد ويلكرسون. أنا هيكتور غوميز راعي الأبرشية، كنا نتمرن للخدمة. وهذه زوجتي غرازييلا. إسحاق، روس، عمانوئيل، سامويل. هيا كلموه، صافحوه، هيا. مرحبا. أهلا، أهلا بك. أخبرني أين تقيم؟ لازم أكل أموال رعيتي لإيصالي إلى هنا. إنه ينام في السيارة.
لا يجب أن تفعل هذا، إنه خطر. يجب أن تأتي وتقيم عندنا سيد ويلكرسون. لا 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 لا، إني بالرغم من أنه سوف يريح ظهري وأكون بالقرب من الهاتف، سأرزق بطفل، زوجتي ستلد طفل. إذن بينما أنت في المدينة هذا هو بيتك. شكرا. أين تقيمين؟ رصف سيارته في داري. ليس لديك بيت؟ بلى لدي بيت، لكن لدي عشرة إخوة وأخوات، الشوارع أفضل، مجال أوسع وأهدأ بكثير. تقيمين أنت أيضا عندنا؟ ما الأمر؟ أية معجزة تجلب شابا ممتازا إلى شوارعنا المضطربة؟ معجزة؟ بدأت أظن أنه جنون مطبق. أنتم تشعرونني ربما كان شيئا جيدا. Na 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 na
نورما نيكي. نعم نعم هذا نحن. أنا هنا. كيف الأمور؟ روعة، كانت ممتازة. أوسعناهم ضربا. هل تأذيتما؟ لا إننا بألف خير. لم نتأذى حبيبتي بل أذيناهم. هل جاء أحد آخر؟ فقط مينغو مشجع. هل سيأتي الآخرون؟ إن استطاعوا. معك ساعة؟ نعم. طيب اسمعي، أمهليهم ساعة أخرى لا أكثر. إن وصل أحدهم أعطيهم ثيابهم وأطلعيهم بالمخبأ. فهمت. عندما تنتهي الساعة خبئي بقية الثياب وارحلي. طيب. ماذا تظن أنك ستفعل؟ سوف أعظ. لن تعظ هنا، تكفينا متاعبنا. هذا يكفي، انتهى السيرك، يمكنكم العودة إلى منازلكم الآن. هيا هيا. ألست من حقي الدستوري بالتكلم في أي شارع في أمريكا؟ فقط تحت العلم الأمريكي. هيا انصرفوا الآن، إنكم تعرقلون السير. هيا هيا هيا. هل يحمل أحدكم علما أمريكيا؟ لا يمكنني التكلم من دون علم. انصرف من هنا يا هذا وإلا أوقفتك. هذا علم. هذا ليس علما، لا يمكنك التكلم تحت هذا. كيف هذا ليس علما؟ ما هو إذن؟ هذه دمية، انزل من هناك. ما القضية؟ مرحبا رقيب، هذا الرجل يحاول أن يلقي خطابا ويرفع هذه الدمية كعلم. ما هدفك؟ أريد أن أخبر الناس أن هناك من يحبهم. ستكون تجربة جديدة لهم. لكن هذا ليس علما، هذه دمية. يبدو كعالم بالنسبة لي. هيا تحدث إليهم. شكرا. أنا مجرد مبشر ريفي بعيد عن دياري، لكن أحمل لكم رسالة. هاي وأحمل لك رسالة. هل هناك شيء تريدون تغييره؟ نعم نعم، أود جعل الغني فقيرا وأنا غنيا. نعم، ليس لدينا حب، ليس لدينا خبز، نحاول الاتصال بالرب لكن الخط مقطوع. انظر. تماما، هذا رئيسهم وهو بمفرده. اهدأ وانظر. ما الأمر أيها المبشر؟ نسيت حوارك؟ لا أعرف الكثير عما يجري هنا، لكني أعرف أن بعضكم أعمى لدرجة أنكم تتجهون إلى خندق ولا تعرفون. رأيتكم تتجولون وكأنكم تملكون العالم ولا تعون حتى الخطر الذي تعيشون فيه. لا يمكنكم أن تعيشوا طويلا هنا على الخط، لأن أحدهم قد يطعنكم في ظهركم في أي لحظة. بالواقع قد ينتهي عمر أحدكم الآن بالذات. يقول الكتاب المقدس: كيف تنجو إن أهملت روحك؟ هذا شيء لا يمكنك الفرار منه. هيا لنذهب. مهلا لحظة، أرى الكره يخرج من أعينكم بعضكم. لا أدري من وضعه هناك، لكن أعرف من يخرجه. يتبختر بعضكم كرجل كبير، لكنه مجرد تظاهر أرى من خلالكم. هل لجئت؟ تريد الذهاب؟ اذهب، أريد الاستماع قليلا. تدعون بأنكم لا تريدون أن يلمسكم أحد، لكن بداخلكم تستصرخون الحب. أعرف أن بينكم أشخاصا أقوياء. هل تخشون أن تصافحوا مبشرا ضعيفا؟ وأنت أيها الهيرو الكبير، ماذا تريدني أن أفعل؟ صلي معي.
صلي معي الآن ليحل الروح القدس في قلبك ويجعل منك رجلا جديدا. لست مستعدا. لا تدع هذا يزعجك، إنك تفي بالمطلوب. الله يحبك. إن اقتربت مني سأقتلك. نعم يمكنك، يمكنك أن تقطعني إربا وترميني في الشارع وتبقى كل قطعة تحبك. الرقيب ديلانو، ويسرني التعرف إليك. ضربناهم، ألم نضربهم؟ أرأيتم عندما وصلوا إلى الأشجار كيف كانوا يتعثرون بالأسلاك ويسقطون مثل البولينج؟ وعندما حاصرونا في الزقاق ورموا علينا نيرانهم، التقطت غطاء القمامة وأسرعت إلى سلم الحريق والحجارة تتطاير. هاي نيكي، خلتهم أوقفوك، لم أراك تخرج من الزقاق. في المرة المقبلة انظر خلفك عندما تهرب. أنت تمزح ها؟ قتلت هناك كالمجنون. لا أرى عليك خدشا. أنت تمزح، انظر إلى هذا، انظر، انظر هنا، انظر هنا. أصبت به في سقوطك على القمامة. هل تنعتني بالكذب؟ أنعتك بالكذب والجبن. اصطفوا، هيا انهضوا، هيا بنا، هيا هيا، خذوا أحزمتكم واذهبوا. نيكي حقا، هل ستأتي أم علي أن آتي وأجرك؟ هل تجري انتخابا؟ كان مينجو جبانا. خليل أقسم لك، قتلت أكبرهم وأشدهم سوادا، ثلاثة منهم بمضارب وحراب. ماذا تحاول أن تفعل خلف ظهري؟ أن تستغفلني؟ سبق واستغفلتني. متى؟ بمرافقتك للمبشر. اصبت صوتك. هل ركعت وأنشدت هللويا؟ تحدثنا قليلا. بأي شأن؟ كيف تعيد الخرافة الضالة؟ لماذا يزعجك؟ لأني أكرهه. إنه رجل لطيف وجريء ويحاول مساعدة الناس. يريد أن يفكك العصابات. لماذا تظنه في المنطقة ليكون قسيسنا؟ يريد اعتقالنا. ما مشكلتي؟ لماذا عليه أن يتحرش بي؟ لأنك أسوأ وأكثر السفلة جنونا. إن وصل إليك سيصل إلى الجميع. Ah!
دعني دعني. ليطلب أحدكم الإسعاف. من فاز؟ ماذا؟ من فاز بالمنتزه؟ لا أدري. مينغو، مينغو، مينغو جبان. من هناك؟ مرحبا نيك، أيمكنني الدخول؟ أنت حتما تمزح. كان علي أن آتي لأحاول إفهامك أن الله يحبك. هل أيقظتني لتقول لي هذا؟ أيمكننا التحدث؟ اسمع أيها المشاوذ، قلت لك أن تبتعد عني. لم أعتقد أنك عنيت هذا. لا تقل لي ماذا عنيت، سأقتلك. لست خائفا منك نيك. من الأفضل أن تخاف. كلامك قاس، لكن بداخلك أنت مثلنا خائف. الذين يحملون الجراح من نيك يعرفون العكس. ألم تسأم كره الناس؟ أحب أن أؤذيهم. ألست مستوحدا؟ أنت عليك اللعنة. لا تجلسي، سأقابل أحدهم. أوه نورما، سأجلس حتى مجيئها ثم أنصرف. كيف يسير القتال؟ رائع. وكيف كنت أنت؟ رائع، لقد كنت رائعا. يمكنك أن تعطيني بعض النقود، 10 دولارات. هيا عزيزتي. ليس للمخدرات بل للطعام. أطلب السودا، سأدفع ثمنها. لا تناكدني نيكي. إذا لا تحاولي خداع مخادع، أرى ذلك في عينيك، تتحرقين للحقنة. 10 دولارات، صدقني نيكي، فقط حتى الغد. لن أثق بك حتى الغد. أتذكر عندما كنت تفعل لي كل شيء؟ لدي سر، أعرف أنه يفترض بالمبتدئة أن تخص كل العصابة، لكني كنت أخصك وحدك نيك. والآن لم يعد سرا، صح عزيزتي؟ مع الآخرين كان مضجرا، لكن معك نيك أعجبني كثيرا. دوني هذا في كتاب السنة. أحببتك نيكي وكنت مناسبة لك. أنت تحبين الإبرة فقط ولا تنفعين في شيء. أرجوك نيكي. أرجوك ماذا؟ أعطني المال. أنت حقا بحالة يأس. إني منهارة، فهمت قصدي؟
تريدين المساعدة؟ هل ساعدتني نيكي؟ أرجوك. ما رأيك بالمبشر؟ لا بأس به، يريد المساعدة. لا، يريد تفكيك العصابة. ولماذا يريد أن يفعل هذا؟ لأنه متعصب وهو محدود التفكير، عليه أن يرد الجميع. وأين تصبحين أنت؟ من دون عصابة ستضطرين للبقاء لأجل عادتك. فكري كم سيكون ذلك مضجرا. ماذا تريدني أن أفعل؟ تخلصي من المبشر. كيف؟ بأي طريقة؟ اقتليه، ارعبيه، لاعبيه، لا يهمني. نيكي لا. بخروجه من الساحة لن يعود هناك مشكلة، سأحرص على ذلك. نيكي أنت تناكدني. ستحصلين على كل المخدرات التي تريدين، ويمكنك أن تعودي فتاتي. أوه نيكي، يا له من مأزق. هل ستفعلين؟ نعم، لكن سوي لي أمري أولا. نفذي أولا ثم نرى. لا أستطيع، أني بحاجة للحقنة، لشدة ارتجافي لا أستطيع حتى أن أحمل سكينة. حسنا، انسي الأمر. أوه لا، أعطني السكينة كي سأقتله. كم تساوي البضاعة برأيك؟ قليلا. كان علينا أن نقتل الرجل ونفتش المكان، وراهن أنه يخفي ماله في الخزائن وأحذيته أو قلنصوته. انظرا، كان في صندوق المجوهرات. الرجل كاثوليكي، هل يساوي شيئا؟ يجب أن نعيده. نعيده؟ سرقة الصليب تجلب النحس. لأنك لا تجني منه شيئا. أقفل فمك. ربما أخذناه إلى المستشفى وأعطيناه إلى مينغو. هل جننت؟ إنه لا يرانا حتى، فكيف يرى هذا؟ يمكنه أن يتحسس. إنه لا يشعر بشيء. هذا صحيح، لا يزال في غيبوبة. غيمومة؟ مينغو في غيمومة؟ هي خليل، مينغو في غيمومة. هناك شخص في النادي. سأذهب. إنه نيكي. ماذا يفعل؟ ما أدراني، هل أنا أمه؟ ماذا تسمين هذا؟ توستانز. لذيذة، لا تتوفر لدينا في فيلسبرغ. لما لا نفتح إرسالية هناك؟ حقا ديفيد، فعلت العجائب مع الأولاد في الشارع، عملت مع شلة من الفاسدين وجعلتهم يبتسمون. لم أرى نيكي يبتسم. نيكي، أتعرف من تواجه عندما تواجه نيكي؟ لكن لم يتراجع أحد منهم، عندما كدت أقنعهم بذلك صدوني. صدوك لأنهم يخشون أن ينعتوا بالجبن، ذاك لأن القتال والسرقة وتعاطي المخدرات هي طريقهم الوحيدة لإثبات رجوليتهم. نعم، لو قدر لي جمعهم معا في مكان كبير وحملهم على الالتزام أمام أصدقائهم لن يستطيعوا التراجع. تقصد كتجمع؟ نعم، تجمع، تجمع عصابات الراقصين والمهرجين وسواهم. مهلا لحظة، لا يمكنك معالجة قطيع من عصابات نيويورك بالإنجيل، سوف يصلبونك. أين نجد قاعة؟ لقد خسرت حجتك، قاعة من أي نوع؟ تتسع لكل عصابات ومدمني نيويورك. هذه ليست قاعة بل الوادي الكبير. قد أوفر لك قاعة لكن هي مكلفة؟ لا عليك، إن بلغ جنونك حد الدخول مع هؤلاء القتلة سأجد مجنونا يسدد الفاتورة. ما بك؟ لا شيء، شعرت برغبة بالانفراد،
يزعجك مينغو ها؟ أعرف يزعجني أيضا. أريد أن أعرف شيئا، كيف تتحمل شخصا كهذا؟ شخصا كمن؟ تقصد مينغو؟ أقصد المبشر. أما زلت تفكر به؟ عن ماذا كنتما تتحدثان؟ متى؟ ذاك اليوم قرب المدرسة. ما أدراني، لست أذكر حتى الله يحبني شيء كهذا. أتعرف؟ لقد جاء إلى بيتي عند الفجر ليقول لي هذا. كدت أصاب بنوبة، لو لم يكن في بيتي لكنت قتلته. أتعرف ماذا فعلت؟ أرسلت له روزة لتقتلها، أعطيتها السكين وكل شيء. صحيح؟ أتظنها قتلت؟ إن قتلت يكون ذلك أفضل أعمالها منذ تعاطت المخدرات. أنا أجيب. وقت العطلة هو أفضل وقت، بعض الأولاد يذهبوا إلى المدرسة. عطلة عيد الشكر هي الوقت المناسب. صحيح. سنحتاج إلى باص لنقل العصابات، لن يعبروا مناطق بعضهم البعض. ألو؟ لم أفكر بهذا. ديفيد؟ لأنا؟ شكرا. ألو؟ مرحبا جوين، زوجتي. روزا ادخلي ادخلي. هل المبشر هنا؟ ما المشكلة؟ تعرف ما المشكلة، رأيتها من قبل. أنا آسف. معك 10 دولارات؟ تعرفين جوابي على هذا، سألتني من قبل. أنا مع آل جوميز والرقيب ديلان، أكلت طعاما رائعا. اسمعي، خطرت لنا فكرة رائعة، سنقيم تجمعا يحضره العديد من العصابات. هكتور! أوه روزا، يا للمسكينة، أين المبشر؟ لما تريدين مقابلة ديفيد؟ ما هذا؟ مخفر الشرطة؟ أريد أن أعطيه شيئا. نعم، لكن يجب أن يكون وقت العطلة حين تخرج العصابات. ماذا؟ أريد مقابلتك. أرجوك، يجب أن أراك الآن. حسناً. نعم جوين، أعرف أنه موعد الطفل، لكن ألن يتأخر؟ أرجوك اجلسي. أتريدين أن تأكلي شيئاً؟ لا. جوين حبيبتي، سأتصل بك بعد قليل، لدي حالة طارئة هنا. سأصل سريعاً، أعدك. مع السلامة. أحبك. أريد مقابلتك، يجب أن أكلمك على انفراد. في الكنيسة. طيب. من هذه؟ إنها فتاة من الحي تتعاطى الهيروين. إني سعيد برؤيتك روزا. سعيد؟ طبعاً، لماذا؟ اجلسي. لماذا أنت سعيد برؤيتي؟ ها؟ لماذا؟ لأنني فكرت بك كثيراً منذ لقائنا الأخير. تعرف أني أحب نيكي؟ لا، لم أكن أعرف. إنه كالمخدرات لي، وهو لا يبالي أبداً بي. أتعرف لماذا؟ لماذا لا تخبرينني؟ يقول إنك تحاول تفكيك العصابات. تفكيك العصابات؟ إنني أحاول أن أصحيهم بشيء ما. لا يهمك من تؤذي. اهدئي روزا. كاذب! أقرضني 10 دولارات. لا تلمسني. لا أملك 10 دولارات لأقرضها لك.
تحتاج إلى حقنة. لما لا تستطيع أن تفهم؟ حقنة أحتاجها مرتين باليوم، ولم أحظى بها منذ البارحة. أعطني بعض النقود، يجب أن أنالها. روزا، أنا لست سهلا، إني رجل الله، لن أساعدك في قتل نفسك. أنت نمام قذر. نعم أنت هكذا، تريد أن تخيف الناس ليؤمنوا بالله. ماذا سأفعل من دون نيكي؟ لم تفكر بهذا أنت، لم تفكر. روزا، إن أردت حقا نيكي، عليك أن تقلعي عن المخدرات. أريد 10 دولارات، وأنت ستعطيني إياها، وإلا اقتلعتها منك. روزا، لا تفعلي ذلك. روزا، النجدة، لا تقترب مني. النجدة، إنه يحاول. تراجعوا، سأقطع عنقي، سأطعن نفسي كخنزير، وأنتم ستشاهدونني. لا تضيع حياتك يا روزا، ما زلت فتية. الله بحاجة إليك، أرسلك إلى هنا للمساعدة. الله يريد من ديفيد أن يساعدك. لكن لا مخرج لي، لقد علقت. علقت، لا مخرج لي، إني في الجحيم. إننا هنا لأجلك، لما لا تمنحيننا فرصة معك؟ حتى لو كانت فرصة ولو صغيرة لنجاحنا، الأمر يستحق المحاولة. اهدئي روزا، دعي جسمك يسترخي، أرجوك، فقط أريحي فكرك. أجل روزا، أحسنت، سنعتني بك. هاي، انظر هناك، تجمع للشباب الليلة، الدخول مجاني، ديفيد ويلكرسون. ليته كان في النعش بدلا من مينجو. نعم،
مسكين مينجو. هذا الوقح جريء فعلا. نيكي، ما بك؟ هل أنت مصاب؟ هاي نيكي، هذه أنا باول صغيرة، أعمل أحيانا لعصابتك. هل تريد مساعدة؟ هل أنت بحاجة للمساعدة؟ لا عليك، يجب أن أنقلك إلى طبيب. ابتعد عني،
باو قالت تريد رؤيتي. هل جننت؟ نيكي، يجب أن أقول لك شيئين. نعم، يسوع يحبني وأنت تحبني، سمعت هذا. هذا مهم. اسمع يا رجل، لست أمزح، أصبت في صدري ورأسي محطم، انصرف. ألن تمنحني فرصة ألا تراني أموت؟ كيف أنصرف وأتركك؟ بقدميك. انصرف يا رجل، اذهب، ارحل. يوما ما ستكف عن الهرب نيكي، وعندها سأكون بالانتظار. أي يجب أن أساعده؟ لن يصغي إلي. حسنا اذهبي. باو رافقيها. يمكنني أن أفعل هذا بمفردي، لا أمانع بالمساعدة. اذهبي أرجوك. اذهبي من هنا، انصرفي. نيك، أنا نظيفة، تعالجت وأصبحت نظيفة. هل أنت صماء؟ قلت انصرفي. ماذا بك نيكي؟ قلت إن أقلعت عن المخدرات. أقلعتي؟ ماذا تعنين بأقلعتي؟ لا أحد يقلع. أعرف، لكن أنا أقلعت. أونيك، انظر إلي، أقلعت بفضل المبشر وعائلة جوميز. أخرجي من هنا. هل المبشر هو السبب؟ أخرجي. طيب، سأذهب، لكن قل لي، هل المبشر هو السبب؟ المبشر، المبشر، هذا كل ما أسمعه هنا، وكل ما أراه هو المبشر. لكنه وأصدقائه ساعدوني. وبعد؟ ماذا تريدين؟ معبدا يحمل اسمك؟ ستذهبين إلى التلفزيون وتخبرينهم كيف أنقذوك. خلتك ستكون سعيدة. تفكيرك خاطئ. عندما تعاطيت المخدرات مت في نظري، أصبحت الآن تقية وميتة أكثر. كنت أفضلك كمدمنة، رأيت المدمنات من قبل، لكنك أول معتوهة بالإيمان تقلع عن المخدرات. هيغو، ما رأيك بأن تضيقني شيئا؟ انصرفي، إنها شحيحة. فقط قطرة. كلبة، جعلتني أوقعها. روزا، أين كنت؟ حاولت الإقلاع. يا للمسكينة.
بمفردك؟ لا، مع المبشر. أوه. يبدو أنه شوشك كثيرا، حالتك رهيبة. لا، لم يكن بهذا السوء. إنه مزيف، إني أكشفهم. تلاعب مع العديد من زبائني. لكن بأي حال، أنا عدت. لا تحزني، لا أحد يقلع عنها، حتى كبار الأطباء يقولون هذا. إنها في الصحف كل يوم. لا أملك مالا. لا مشكلة، الأولى دائما على حسابي. تسرني عودتك. لا أحمل العدة. لا مشكلة، الأولى تأتي مع العدة. عندما يتغيب زبون منتظم لعدة أيام أقلق عليه، كأني جرحت مشاعره أو ما شابه. لا أستطيع. اهدئي، أطلبي خدمة الغرف. ندلقها؟ نسخنها؟ نغسل الفضية؟ نعبئ السكر؟ ونقدمها بابتسامة. نعم حبيبتي، استرخي، أخرجي كل المساوئ. لم يبقى الآن سوى بياض، بياض كالثلج. والآن دعي رأسك يشرد، يشرد مع المسحوق الأرجواني اللذيذ. لقد خففته. لا تقاوميه. أنت تبيع نفايات. لم أبعك شيئا حبيبتي، بل أعطيته وهو الأفضل. ضعيه على لسانك، تذوقيه. هل تتذوقين الكينة أم السكر؟ لا حبيبتي، إنها مخدرات نقية. لكن شعوري مختلف، كأنه مشروب فاسد أو مسكن. حاولوا قبلك الحصول على عينة مجانية، لكنك أفضلهم جميعا. الثانية ليست مجانية، بل تكلف 10 دولارات، وكذلك الثالثة والرابعة والـ4000. انزل إلى الشارع، وخير لك أن تتعلمي بعض الحيل، لأن عليك المجيء إلي ومعك 10 دولارات، لأنك تأخرت عن تسديد واحدة. وابتعدي عن المبشر، هناك من يعبث برأسك.
أعرف بما تفكر، لا يوجد سوى الأخيار هناك. لا أرى سوى مقاعد خالية. أجل، ربما أنا السبب في عدم مجيئهم. تعرف العصابات أن هناك شرطية، قد يظنون أنه كمين. أتظن؟ إنها مجرد فكرة، لن آتي غدا. سأحرص على أن لا تتوقف سيارات الشرطة خارجا. لن نأتي أبدا. إن فكرت بإمكانك معالجته. لا أرى أي قتال في هذه المقاعد الشاغرة. أنتم دستم على قبر صديقي. نعم، وما المشكلة؟ هي، أنا سأتكلم. نعم، أفلت زمام بعضهم. هل تقول أنك آسف؟ أنا لا أعتذر ولا أكلم المعاونين. أنا أتكلم نيك. يريد قوم الدم. إذن سيكون هناك دم حبيبي. متى؟ متى شئت. الليلة. أين؟ المنتزه. انسى المنتزه، جربناه مرة. أصمت، أنا أتكلم. وماذا أثبت؟ ندخن بعض الحشيش ونرقص حول النار، ولمن المنطقة؟ أقول أن نحسم الأمر نهائيا والمنطقة للفائز. صح حبيبي. ما الفائز وماذا نفعل؟ نعد الجراح والعظام المكسرة؟ آخر من يبقى واقفا يفوز. كيف ستفعل هذا؟ حالما نبدأ القتال سيرقد الجميع في أنحاء المدينة. نتقاتل حيث لا يمكن الفرار. ماذا تقصد بهذا؟ تجمع الشباب. لكن الشرطة تملأ المنطقة. ليس الليلة، يشاع أن الشرطة ستنسحب لإفساح المجال للعصابات. وبعد؟ وبعد نأتي بكل ما لدينا، ثم تقفل الأبواب حتى لا يدخل أو يخرج أحد، ونبدأ القتال. وآخر رجل يبقى واقفا تفوز عصابته بالمنطقة. لأول مرة أسمع رجلا أبيض يقول شيئا جيدا. ألم أقل لك أن تهدأ؟ أنا جاهز، لدينا الزمان والمكان والأسلحة. مضارب. سكاكين. سلاسل. مسامير. رصاص. أجل، لكن ليس من المتاجر. أيها المبشر، انظر، أحضرت معي كل صف الكتاب المقدس. هاي ديفيد، أظنك ستنجح. لأول مرة لا أريد من إخوتي أن يحضروا حفلتي. سنريكم جميعا.
الحبيب لا يعجبني كل ما يحصل. سنده ماري تغني، ربما هدأتهم. Sickness, no more crying, no more war. And little children never will go hungry anymore. And there'll be a bright morning all ahead. There'll be a bright new world for us to share. One day there'll be an end to unkind words. The man who said there is no God will know he is God. And peace will be the way of life with love the only rule. And there someday we know not when, when time will be gone, and those who don't like them everywhere will all be سأجرب شيئا مختلفا الليلة. سنقبل التبرعات. وسأطلب من بعضكم أن يفعل هذا. هل لي بأربعة متطوعين؟ نيك، أوغي، عبد الله، بيت. طيب، عندما تنتهون من جمع التبرعات خذوا المال عبر باب الكواليس واجلبوه لي. حسنا. Come on, let's go.
هاي انظر إلى هذا، هل نتقاسمها الآن أم نجمعها في رزمة والفائز يأخذ كل شيء وصل الهرج؟ أتعرف؟ هذا الرجل واثق من نفسه بحيث يعرف أن الجميع هنا يتوقع منا أن نأخذ المال. أراهن أنه سيلقي علينا عظة سخيفة عن الصدق. أرى أن نغضبه فنأخذ كل المال ونعطيه للمبشر الغبي. هذا رائع. هاك مالك أيها المبشر. نعم، كل فلس من. شكرا عبد الله. شكرا نيكي. نحن نحب أن ندافع الناس، أليس كذلك؟ نحاول أن نجعلهم كالجميع. فكرتم أن الطلب من هؤلاء الشباب جمع التبرعات كمن يطلب من مدمن مخدرات حراسة صيدلية. نعم، لكنهم خدعوكم، لن يحملوا دفعتكم، تحرروا منها. فعلوا هذا لأنهم أغبياء. لا يستطيع أحد أن يدفعكم، لأن لا أحد يعرف حقيقة شعوركم بالداخل. لا صديق أو زميل عصابة أو مبتدئ أو راقصا صغيرا أو مبشرا أو كاهنا أو حاخاما أو مرشدة اجتماعية أو طبيبا نفسيا، لا أحد. تفكيركم، مشاعركم وروحكم من الروعة، بحيث يلزم عقل أكبر من العالم ليفهمكم. لذا لا أعظ بالدين، أعظ عن الإنسان الوحيد الذي يعرف لماذا تفعلون ما تفعلون، الوحيد الذي يعرف ما يزعجكم ويغضبكم، وهو الوحيد القادر على التأثير بالأمر. أريدكم أن تنزعوا قبعاتكم وتصغوا إلي. هيا انزعوها، لا تنظروا إلى سواكم لتروا ما يفعلون. تجرأوا وكونوا مختلفين واصغوا إلي. إني أجعل هذا بيت الله منذ الآن، وهذا المنبر سأتحدث، وإن ملكتكم الجرأة ستصغون. سأتحدث عن رجل، وسأتحدث عن الحب. نعم الحب، الكلمة التي تزعجكم إنها كلمة مخنثين. سترون أن الحب هو أجرأ كلمة في اللغة الإنجليزية. يجب أن أحاول أن أفهمكم معنى الحب. الحب ليس شيئا تشعرون به، وليس شيئا تفعلونه. لا شأن له بالركاب الضعيفة أو القلوب المرتعشة. الحب هو أجرأ ما تقومون به، لأن الحب يبتعد عن الكره، وهذا يتطلب جرأة. وهذا الكتاب يقول الله هو محبة. نظر الله إلى الخطايا في قلوبنا، كل قلوبنا، قلوبكم، قلب الجميع، وكره تلك الخطايا. لكن الله أشاح عن كرهه وأرسل ابنه الوحيد إلى هذا العالم ليحبنا. كان يسوع كتلة من الحب الطاهر، الحب الطيب والصادق لكم ولي. لا يهمني من طعنتم، ولا يهمني ماذا كنتم تدخنون تحقنون، لا يهمني من كنتم تعاشرون. الله يحبكم في أي حال. كل واحد منكم يعرف الوصايا العشر، ومعظمكم خرقها كلها. الله يعرف هذا، يعرف غضبكم، مخاوفكم، خبثكم، يعرف معظمكم قاتل، وحتى بعضكم قتل.
لكن الله يعرف أيضا ماذا يمكن أن تكون في المستقبل، ليس ما كنتم في الماضي. قال يسوع: هناك وصية واحدة عظيمة، أن تحب الله من كل قلبك وروحك وعقلك وجارك كنفسك. وقال: الوصية الجديدة التي أقدمها لكم هي أن تحبوا بعضكم البعض. سأطلب من الله الآن معجزة. أبتا، أطلب منك الآن معجزة، إنه في اللحظة التالية هذه الأنفس ستتغير. أطلب منكم يا موماو أن تكفوا عن كره إخوتكم السود، وأنتم يا أساقفة أن تغفروا خطايا البيض كما يغفر الله خطاياكم. انظر إلى هذا أيها المبشر، أترى هذا الفك جاء من أحد أسلحة الزنوج وتقول إنه يفترض بي أن أحبهم؟ أنت لست حقيقيا. اسمع، مات أخي على يد الماوماو وتقول علي أن أحبهم؟ أجل سأحبهم، ولكن بنصل حاد. اخرس واصغوا إلي. تقول يجب أن تقتلهم بسبب ما فعلوه بك، وأنت تريد أن تقتلهم أيضا؟ يشكو الجميع من هذه الشناعة أو تلك المأساة، لا أسمع سوى سوء حظكم. دعوني أقول لكم شيئا، يسوع المسيح كان كاملا وهم صلبوه على الصليب ولم يتذمر بكلمة واحدة، وعندما مات على الصليب كان رجلا مثلكم، كانت له نفس المخاوف، نفس المشاعر التي لكم، شعر بالألم كما تشعرون به. لقد شعر بالمسامير تغرس في لحم يديه أدق جزء في جسده، وقدميه، دق مسامير في قدميه وسمر يديه وقدميه إلى الصليب. لم يكن مضطرا ليتركهم يفعلون به هذا، كان استدعى فيلقا كبيرا من الملائكة لتنزله عن الصليب. كان قتل كل معذبيه لكنه لم يفعل، علق هناك لينزف لأجلكم. مات هناك لأجلكم كي لا تموتوا هنا اليوم، كي لا تقتلوا هنا اليوم. لماذا لا تكفون عن البكاء على خطايا الماضي؟ كفوا عن الدفع عن تلك الخطايا، دفع ثمنها، إنها مجانية، ما عليكم سوى القبول بها. فقط افتحوا قلوبكم ودعوا المرارة تخرج منها ليدخل يسوع المسيح إليها. هيا، فقط افتحوا قلوبكم ودعوا المرارة تخرج منها ليدخل يسوع المسيح إليها. هيا إليها إليها إليها. اسمعوا أيها البيض وأيها السود أيضا، اصغوا إلي. سمعتم عن قوة الحب، سأخبركم عن قوة أخرى، قوة العصابات. هنا تكمن القوة. الأساقفة والماماو سيتقاتلون الليلة وأنتم ستشتركون فيها، لا يمكنكم الفرار، كل المخارج مقفلة. خير لكم أن تواجهوا الأمر، سوف نتقاتل هنا والآن. قلت اهدأوا الآن، ألم تكتفوا من القتل والطعن؟ ألم تسمع المبشر؟ أنا سمعت المبشر. لا أدري كيف أقول هذا. إنه هنا، إنك تشعر به، كلكم تشعرون به، إنه هنا في هذه القاعة ويريد أن يلمسكم. إن أردتم يوما تغيير حياتكم الآن هو الوقت. أبعدوا أسلحتكم، لن تحصل معركة هنا الليلة، أنتم في حضرة الله العلي. اصعدوا إلى هنا معا، قفوا، هيا، ليس كأبرار، لا تنتظروا حتى تصبحوا صالحين، هذا اليوم لن يأتي. تعالوا بكل متاعبكم، دعوا يسوع ينظفكم، وبمجيئكم
دعوا مجيئكم يقول. ربي أحتاجك، ربي اغفر لنا، ربي إني أهب نفسي لك. يا صديقي، أعرف أن الحب فيك أشعر به لأني لم أعد خائفة منك. نيكي! اسمع، حياتك بين يدي، أستطيع أن أزهقها أو أعيدها إليك. سأعيدها إليك. عجبا، لا أفهم هذا المشهد الليلة أبدا. سأهب الله حياتي ديفيد، يجب أن ينجح الأمر لأني كنت أقتل لأجله. هذه معجزة نيكي، كنت أصلي لأجلها. هذه هي المعجزة التي كنت أتحدث عنها. ستجد نفسك الليلة وستعرف في قلبك أنها كانت معجزة. لن تثق بلحمك ثانية، بل باللحم الذي ضحى به يسوع لأجلك. أريدكم أن تأخذوا الكتاب المقدس. سيد جوميز، ساعدوني من فضلكم. هي هي أيها المبشر، ما رأيك لو تعطينا أحد هذه الكتب الكبيرة لترى حقيقة ما نحمله؟ أيها المبشر، وأنا أيضا، أنا أيضا. تبدو مختلفا نيك. كيف؟ براق، كل شيء يلمع. ربما لأن عمري دقيقتان الآن. أنا أيضاً تغيرت. أعرف. أقلعت عن المخدرات. أوه نيكي، أصبحت حرة الآن. إني حقاً حرة. هاي، إني وارد في كل الكتاب، اسمي في الكتاب المقدس. هنا وهنا وهنا وهنا، أكاد أكون في كل صفحة. وهكذا كانت هذه البداية الخطوة الأولى لجعل الأزقة كنيستي. لم أعرف أنها ستؤدي إلى مركزنا، إلى دار حيث يمنح الأولاد المستوحدون والمشوشون بداية جديدة. من شوارع هارلم وبروكلين، فكرة تحدي الفريق ستنتشر في عرض البلاد إلى المدن الأخرى، إلى أمثال نيكي وخليل وروزا، ليحاطوا بالحب بدلاً من الكره والخوف. ما سبق وعرفته في معركة الأرواح المندفعة من الأحياء السكنية والأزقة والشوارع الخلفية يمكنكم أن تأخذوها من هذا المبشر النحيل من تلال بنسلفانيا. الصليب أقوى من الخنجر. But then I heard of a love so great, greater than all.
that the Son of God, who gave his life for a mean and lonely guy like me. Though it's hard for me to see, I'll try to understand.